اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله اجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another episode of the Simply RYQ Less Master Suratul Al Baqarah series brought to you by TVQ.academy, your borderless school of the Quran. By Allah's will, Subhanahu wa ta'ala, we have progressed effectively and inspiringly, if I can use that word. And today we will be together going through verses number. 53 and 54 of Surah Al-Baqarah. These verses represent the uh, part number three of section number one of our division of Surah Al-Baqarah. Now that we are on the same page without further ado let's do this. <laughs> وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Moving on to the next verse. وإذ قال موسى لقومه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ on. يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم let's go back موسى together. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل Let's go back. وإذ قال موسى together. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. On. فتوبوا إلى بارئكم. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ Let's go back together. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم moving on فقتلوا أنفسكم فقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم. Let's go back. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فتوبوا إلى بارئكم. فاقتلوا أنفسكم. Moving on. ذلكم خير لكم عند بارئكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم. Let's go back. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم فتاب عليكم, فتاب عليكم Let's go back to وإذ قال موسى together. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم Let's finish up. إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم Let's go back to وإذ قال موسى before going back to the beginning of the assignment وإذ قال موسى together وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Now let's combine everything. For some reason, as you can see, this first line or first verse, we have read it only three times. Unlike any other, in, in fact, from our previous assignments, you can see that the minimum of anything is four times, but this one we have read it only three times. Yes. So let's go together. Wa Musa al wal-furqana la'allakum <laughs> واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Alright, this marks the end of this episode Until tomorrow, I leave you in Allah's protection See you and see you in Jannah والسلام عليكم ورحمة الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم